تتجدد التهاني بعيد الميلاد المجيد، والتي تتجلى فيها المشاعر الإنسانية. إحنا واحد وحنفضل واحد، المليئة برسائل الود والمحبة. هي شجرة المحبة اللي إحنا غرسناها مع بعض، اللي هي المحبة والتسامح والتآخي بين الناس وبعضها، والتي فيها يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم. ما تنسوش أبداً أن أنتوا تخلوا بالكم من بلدكم، ويدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم. اللي حفظ مصر ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي هيحفظها لأجل خاطر أهلها. كل عام وأنتوا طيبين، كل عام وانت طيب قدس البابا، كل عام وانت طيبين، وعيد سعيد عليكم، وسنة سعيدة علينا كلنا، وكل سنة وانت طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.